السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة وفيديو جديد. إن شاء الله تكونوا مزيانين، بصحة جيدة وأحوالكم طيبة. اليوم غنشارك معكم نهاري، في شوية الشغل ديال الدار، في شوية ديال الطياب، وفي شوية ديال الهضرة. إن شاء الله يعجبكم هذا الفيديو هذا وتستفدوا منه. أول حاجة غنشارك معكم فطور، وخا يعني ما وريتكمش كل شيء يعني الطبق النهائي، ولكن غنشارك معكم شنو عملت الفطور ديال اليوم. كنت خديت هذا الخبز هذا ديال البريوش، طربت شويه ديال البيض مع الفاني وشويه ديال الحليب وقبصه ديال الملحه، وغطست فيهم هذا البريوش هذا، وغنقلي في شويه ديال الزيت. فحال هذاك الخبز اللي كانوا كيصاوبوا والدينا شحال هذه، الخبز ملي كيبس كيغطسوه هكا في البيض وكيقليوه للفطور. كلما كان الخبز يابس كلما كيتشرب هذاك السائل اكثر، وكلما كيجي يعني بنين اكثر. صافي غنقلي هاد الخبيزات هادو. وبالنسبه للبيض غنقلي لهم شويه ديال البيض. هو فطور يعني معطل، ماشي فطور بكري، يعني فحال تقولوا فطور غدا، ماشي غدا، المهم برانش. هنا قليت شويه ديال البيض مع شويه ديال الملحه، وتفكرت بقات لي شويه ديال هذيك الصلصه ديال المطيشه البارح من هذيك البطاطا اللي صاوبت، قلت غادي نزيدها من الفوق حتى هي ما تبقاش تضيع، وغادي نقليهم مع بعضياتهم. وعملت شويه ديال الزيتون من الفوق، وطريف ديال الخبز كان عندي باقي من البارح. صافي هذا هو الفطور اللي عطيتهم كلاوه، وحتى انا كليت معاهم. وصافي اليوم يعني صبحت عيانه، ماشي عيانه بجسميا، ولكن عيانه فحال نقولوا بدات كتسالى لي الباتري. فحال الا ملي كنبقى هكذا اسبوع كامل ولا اكثر، يعني كل نهار الطياب والشغل هذا في النهايه ديال الاسبوع ولا النهايه ديال داك 10 ايام، كنبدا نعيا، كنعرف راسي خصني واحد الكونجي، كونجي ديال ساعه، ماشي ديال ساعه، ديال النهار. فحال دابا نهار ما نطيبش فيه ولا نخرج فيه ولا نبدل فيه الجو شويه. المهم هنايا من بعد ما وجدت الفطور غادي نمشي ندور شويه بالصاله، غادي نخمل واحد شويه، وغادي نرجع لهذوك اللواني اللي بقاو في الكوزينه. بالنسبه لهنايا غير كنصور لكم زعما شنو خاصني نعمل، وكنفكر شنو غادي نعمل دغيا دغيا باش ما نبقاش النهار كله عاوتاني نجمع ونخمل ونشطب. اليوم ما صيقتش، غير دوزت الشطابه هكذا بالزربه. خاصني نغسل هذوك التواصل ديال القطه، كنغسلهم على الاقل جوج مرات في النهار. دابا الصهد والماكله ديال القطط كتكون فيها واحد الريحه في الشكل، فضروري ما نغسلها، والا يعني كتولي فيها واحد الريحه ما مزياناش. هنا غنمشي للصاله. فحال داك الفيديو اللي تفرجتو فيه داك النهار كيتعاود، يعني داكشي اللي كنعملوه اليوم تقريبا كنعاودوه غدا. ضروري هاد البيت هذا ما خصو يتنفض. كيف ما كتشوف واحد الحاجه طايحه تحت داك المخده، هذيك تقريبا واحد الاسبوع انا كنقول خصني نجبدها، كل مره كنساها حتى كنشوفها هنا في الفيديو. هذيك فيها فحال هذوك ديال ملي كيركبوا في الطياره كاملهم على عينهم باش كينسوا، كانت محطوطه تما وطاحت من هذاك الجنب، وكل مره كنصور فيديو كنقول خصني نجبدها وكنساها. المهم هي هذيك تما اللي شفتوها وقلت شنو هي. بالنسبه لهاد الصالة يعني فحال دائما خصني نجمعها نفضها، ندوز واحد الشطابة، نمسح الطابلة، نجمع هادوك الصنادل والصبابط نردهم بلاصتهم، هادك شي ديال القطة تا هو نجمعو تا هو دايما كنلقاه ملاوح. المهم هادشي ساهل ماشي صعيب، حالو ماشي صعيب. اللي صعيب هو التكرار، كل نهار كنعاودو نفس الحاجة، ولا شي بعض المرات كنعاودو نفس الشيء شحال من مره في النهار. فاليوم بقيت كنفكرت قلت شنو غادي نعمل باش صافي، يعني بديت كنعيا شنو غادي نعمل، غادي نبدل الجو. هنايا فين ساكنه انا ما كاينش شي حاجه، يعني ما كاين فين نخرج، ما كاين لا مولات لا حتى حاجه. كاين تقريبا جوج، كاين واحد السوبر مارشي انتر مارشي، وكاين ليدل، وكاين اكسيون، هادو هما اللي كاينين حدايا. ولا بغيت نمشي لشي بلاصه بعيده خصني يعني خصني نهار داكشي نبلانيه باش نمشي، كنفكر شنو غادي نعمل. المهم انا ملي كهكدا كنحس براسي بديت كنقنط وبديت كنعيا، كنجبد هداكشي اللي كيعجبني نعملو. فحال دابا هداك الطرز اللي كنت شاركتو معكم شحال هادي مده ما جبدتو،
قلت المهم جاتني واحد الفكرة هكذا في راسي، إن شاء الله إن شاء الله غنشاركها معكم. كيفاش ممكن تستعملوا هذا الطرز هذا اللي هو سهل، يعني مش حاجة صعيبة، نستعملوه باش ندخلوا شوية ديال الفلوس. دابا كاين بزاف الحمد لله على الانترنت، كاين بزاف ديال الاسواق هكذا الفيرتوال اللي ممكن الانسان يبيع فيها اشياء كيصوبها في الدار. مهم انا هذه الفكره هذه يعني مده وهي في بالي، وقلت غادي نبدا هكذا باش نشغل راسي وما نبقاش يعني في نفس الروتين ديال دائما كتولي عندك واحد الحاجه يعني كتعجبك كتعملها. مهم هادشي اللي كنت كنفكر فيه، انا كنجمع الدار وكنقول يعني هذا هو اللي غادي يبدل لي الجو، وهذا هو اللي غادي يحيد مني هاد القنطه هادي وهاد العيا. هنايا مشيت للبيت ديال الخزين، غنجمع دايره واحد المجر فيه داكشي ديال القطه، فيه الماكله القطه وهذوك هذوك الفيران الصغار اللي كتلعب بهم، كيجيو الدراري كيبقاو يلعبوا معاها وكيخليوا هذاك الشيء هي اصلا كتجري به، ما حتى كنلقاوها مسيب شي بعض المرات كنلقاها تحت الفراش ولا تحت الزربيه. المهم غنوريكم هنايا انا تجمعت الصاله، حتى كيبان لي داك الشيء مسيب لهي حدا الباب، هاد الفيران ديالها، فيران صغير غير ديال اللعب، ما وقيلا شي واحد رماهم ولا كان كيلعب معاها وبقاو تما. المهم غادي نهزهم نجمعهم حتى هما، كيبقاو هكذا كيجمعوا الغبره، غادي نجمعهم نحيدهم. صافي غنمشي للكوزينه، داكشي اللي كلينا فيه غادي نغسلو، ماشي شي حاجه كثيره كيف ما قلت لكم اليوم، يعني ما صوبت شي حاجه كثيره، ما صوبت العجينه لا، غنصاوب العشاء طبعا، ما بغيتش الماكله ديال الزنقه، قلت غنصاوب شي حاجه سهله. فجبت واحد الفخاط ديال الدجاج، جبتهم ملي صليت الفجر، جبتهم من الفريكو، وملي نوض في الصباح لقيتهم طلقوا لان دابا الحال سخون، فغادي ندخلهم للفران، غنطيبهم في الفران ومن بعد ندير لهم شويه ديال الباربيكيو صوص. دابا انا باغا نسالي داك الدجاج كامل اللي عندي في الفريكو نحيدو، باش ان شاء الله يجي العيد الا شرينا شي لحم هكذا. حنا ما كان للاسف في هاد البلاد اللي ما كنعيدوش، لان خصوصا في هاد المدينه فين استولى هاد الفيلاج اللي ساكنين فيه حنا، فحال تقولوا فيلاج هيستوريك، ما فيش ما كيتقبلوش هذاك الشيء، وللاسف ما كنعيدوش. ان شاء الله يا ربي يسر لنا ونبداو نعيدو في المغرب ان شاء الله. دابا مع الدراري باقين عندهم الامتحانات تقريبا في النهار ديال العيد عندهم امتحان، المهم غادي نصبروا صافي ما عندنا ما نعملو. كيف ما قلت لكم بغيت هذاك الدجاج اللي عندي في الفريكو صافي نطيبو ونحيدو عليا، ما بغيتوش يبقى مده طويله هو في الفريكو. صافي جبت هذوك الفخيدات ديال الدجاج غنطيبهم في الفران ونصايب معاهم شي سلطه ولا جوج. هنايا غنحيد عليا هاد الطباسله هادو اللي كلينا فيهم، ومن بعد غادي ندور واحد الدوره خفيفه في الكوزينه، عندي شي درور هكذا ديال الكوزينه داك اللي كنهز بيهم الحاجه السخونه، وهذا غنحيدهم نديهم نصبنهم، غنخلي غير وحده ولا جوج. غادي نمسح شويه هذيك الطابله، غادي نمسح تحت منها، غنحيد شويه ديال الغبره، غندوزها واحد الشطابه وما غاديش نسيق ليهم باش نسالي بكري، باش ما نزيدش عاود نقنط راسي كثر عاوتاني بالطيابات، خصوصا باقي عندي الخبز من البارح، حتى هذاك الفول اللي طيبت البارح باقي عندي، واخا انا يعني ما كيقوليش بالي ما كيتشهاش هذوك الفخاد ديال الدجاج، نقدر نسخن غير هذاك الفول ناكل، واخا كليت معاهم هذوك الفخيدات. المهم غادي نكمل هاد الغسيل ديال اللواني، وغادي نجمع الكوزينه ونتلاقاو ان شاء الله باش نبداو نصاوبو في العشاء. هنايا عندي واحد الكميه ديال الدجاج، الفخاد ديال الدجاج طبعا مغسولين، راهم عندي كانوا مرقدين في الملحه والحامض وشويه ديال الخل، من بعد غسلتهم مزيان مزيان، حيدت لهم هذاك الشيء اللي خصهم اللي كيتحيد منهم، ومن بعد غسلتهم مزيان بالماء بارد وخليتهم كيستقطروا حتى نشفوا. بالنسبه للتوابل او التتبيله، عملت تقريبا ثلاثه الفصوص ديال الثومه، الملحه، الابزار، غنعمل شويه ديال السكينجبير، شويه ديال هنايا البودره ديال الثومه تقريبا معلقه صغيره عامره، وسكينجبير واحد المعلقه صغيره. هنايا عملت الثومه عفوا البصله يابسه. من بعد غادي نضيف شويه ديال الموطارد،
هنايا كنجبد السكنجبير، معلقه صغيره ديال السكنجبير، غنزيد الصلصه الحاره اولا الهريسه، وغنزيد المطارد. المطارد كتفتي الدجاج، كتجيبو يعني فتي وما كيجيش ناشف، يعني كتعطي فحال واحد يعني كيجي فازك، ما كيجيش هكذاك يابس. ندخلو هكذاك يابس للفران، كيجي ناشف وكيجي قاصح. غنخلط مزيان مزيان هاد الطريفات ديال الدجاج. من بعد تفكرت انني يعني ما فلحتهمش، من الاحسن، ولو ماشي ضروري، ولكن من الاحسن اننا نفلحوهم فحال هكذا باش يطيبوا دغيا اولا، ثانيا باش تدخلهم هذيك التتبيله والعطريه، وحتى نزيد واحد شويه ديال زيت الزيتون من الفوق، يعني كيدخلهم الطياب دغيا وكيتلددوا بالتتبيله اللي عملنا لهم. فغادي نفلح هكذا جوج شوكولا فخيدات ديالو غير صغيورين دغيا، غادي يطيبوا، ما غاديش يبقاو مده طويله في الفران. من بعد استفتهم هكذا طبقه واحده في الصينيه، زدت شويه ديال الزيت، والفران انا سخنته على درجه حراره، ما عرفتش واش قلت ولا لا، 250، يعني عاليه بزاف هذيك الدرجه ديال الحراره باش دغيا يطيبوا. هادو الطاسات ديال القطه، ضروري كيف ما قلت لكم نغسلهم على الاقل جوج مرات في النار. ملي كنغسل اللوان ديالنا كاملين كنحيدهم، كنخوي عليهم شويه ديال جافيل والماء، كنخليهم يترقدوا. من بعد كنغسلهم بواحد واحد البونجا ديال المخد الخليه، يعني خصوصيه للقطه، كنخليهم يستقطروا وصافي، كنخليهم حتى كيجي الجوع وكنعطيها تاكل فيهم. بالنسبه لهذيك الكرده ولا هذاك اللي كنت شريت من اكسيون، دابا عاد جا الوقت انني نستعملها. بالنسبه للشطابه الجفاف حشاكم، داكشي ديال التنظيف كله كنعمل له هذا الخيط، هذا كنت عامله له واحد اخر ولكن تقطع فبدلته. كنقبط هكذا واحد الخيط، واحد الحبل هكذا، وكنربطو جوج ديال الربطات، وعامله واحد واحد العلاقه هكذا ما بين الثلاجه والحيط. الثلاجه ديالي انا غير صغيره، بقات لي واحد المسافه هكذا ما بين الحيط والثلاجه، صوبت فيها هاد العلاقه هادي، وتما فين كنجمع الشطابه كيف ما قلت لكم جفاف، حتى هادي ديال الخبز ساكي، الا شرينا شي باكيت في الصباح جابها شي واحد كنعملوها تما على ما جمعتها اولا فطرنا. صافي ساليت من الكوزينه على ما طاب هذاك الدجاج، غنمشي ندوز بسرعه. الحقيقه انا ما كنصلحش الحوايج بزاف الا الحاجه اللي كانت مكمشه بزاف، لان اغلبيه الحوايج ديال الدراري فحال هكذا نقولوا تونيات، يعني ما كيحتاجش انهم يتصلحوا، ولكن كيبقاو الحوايج ديال الجامع ولا ديال الصلاه ضروري ما خصهم يتصلحوا. فغندوز واحد غنصلح هادو بالزربه، دابا خلاص المصلوح ديال اليوم راه كيسهل الماموريه دغيا كيتصلحوا الحوايج، فغادي نصلحهم وغادي نرجع للكوزينه ان شاء الله. بالنسبه لهذوك الفخيدات ديال الدجاج راهم طابوا، جبتهم من الفرن خليتهم بردوا واحد شويه. من بعد غنزيد عليهم الصلصه ديال الباربيكيو، كانت بقى عندي واحد تقريبا ربع علبه وشحال في الثلاجه، قلت ضروري ما نستعملها، لكن ماشي ضروري تعملوا صلصه الباربيكيو، ممكن تخليهم غير هكذاك، اولا تضيفوا شويه ديال المايونيز مع الخلطه الاولى. كيجيو يعني ما زوينين، ما يحتاجوش هاد صلصه الباربيكيو، ولكن بما انها عندي وهذه مده طويله وهي عندي، قلت غادي نستعملها قبل ما تفسد. فغادي نضيفها فوق هاد الطريفات ديال الدجاج، غنخلطهم مزيان مزيان وغنردهم للفران اللي باقي يعني مشعول على درجه حراره 240، غنخليهم حتى يتشربوا هذيك الصلصه مزيان مزيان ويتقرملوا، وغادي نجبدهم. بالنسبه للطبق اللي غنرافق به هاد الخيدات ديال الدجاج، غنسلق شويه ديال البطاطا اللي هي هذه، تقريبا واحد 4 ولا 5 ديال الحبات صغار. من بعد ما تسلقات غنجبدها وهي سخونه، غنضيف لها هذاك الماء اللي كيكون فيه الكورنيشون. جربوها هذه الفكره، هذيك كيجيو هاد البطاطا مسلوقه بهذه الطريقه كتجي غزاله. تقريبا شي 3 ديال المعالق كبار ومعلقه ديال المطارد، وغنخلط مزيان مزيان، غنخلي هذه البطاطا تشرب بهذا الخليط، هذا الخليط ديال الماء الكورنيشون والمطارد، يعني تقريبا واحد 10 ديال الدقائق، 5 ديال الدقائق
كلما خليتها كلما كان احسن. من بعد غادي نتبل هاد البطاطا هادي بالملح والابزار، وضيفت لها شويه ديال الكورنيشون مقطعين طريفات، واحد الطريف ديال البصله مشلط، وشويه القزبر والمعدنوس، اولا ممكن تستعملوا غير المعدنوس اللي بغيتو. ومن بعد غنضيف جوج معالق كبار تقريبا ديال المايونيز وغنخلط مزيان مزيان. جربوا هاد البطاطا هادي كتجي لذيذه بزاف، ملي كتكون البطاطا سخونه كتشرب هذاك الماء اللي كنضيفوه لها، وهذاك الماء اصلا يعني هو منكه بالتوابل وعاملين فيه بزاف شحال من حاجه، هو يعني ديجا بنين. هنايا قطعت شويه ديال الخس مطيشه البصله، ومن بعد غنضيف هذيك البطاطا في الوسط، وصافي غنحط العشاء ديالنا اللي هو هذا الفخيدات ديال الدجاج. زينتهم بهذيك المعدنوس اللي ما لقيت ما نعمل بها، كنزين بها وكنجمعها نخبيها وثاني نجبدها. المهم هنايا هذا هو العشاء ديالنا، يعني ساهل ماهل دغيا كيوجد، ما فيه لا روينه لا والو. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ما يكونش يعني عامر بالهضره بلا فائده، تكونوا استفدتوا شي حاجه، وان شاء الله نتلقاو قريبا في الفيديو. ان شاء الله ان شاء الله نحاول نحط لكم فيديو غدا فيه شي حاجه مبدله على على الماكله والطياب والدار، شهيه طيبه، وان شاء الله نتلقاو في فيديو ديال غدا. السلام عليكم.